مرحبا بكم مشاهدين قناة هبة بريس في موضوع اللي هو رائج حاليا بكثرة، وفي حلقة خاصة اللي غادي نناقشوها مع الدكتور جواد اليعقوبي، طبيب متخصص في الأمراض النفسية والعقلية والإدمان، ترجمان محلف بألمانيا، حاصل كذلك على الإجازة في القانون الخاص، وأستاذ سابق بالجامعة الشعبية العليا أخن. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك، ميرسي على الاستضافة. مرحبا. كما كنعرفوا ان الموضوع الشائع حاليا واللي داير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي هو التنويم المغناطيسي. تكلم لينا شويه على التنويم المغناطيسي باش نقربوا الناس اكثر انهم يفهموا شنو هو التنويم المغناطيسي، لمن كيدار، ممكن بزاف ديال الاسئله. نبداوها بالتعريف. اولا كنشكركم على الاستضافه وكنشكركم على اختيار موفق للموضوع. هو موضوع جد هام وجد رائج حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي، واللي كيخصو واحد النوع من التبسيط ومن الشرح العلمي المبسط باش ما يبقاش واحد اللبس عند واحد المجموعه كثيره من الناس. فالتنويم المغناطيسي هو بكل بساطه عباره على واحد حاله متغيره للوعي كتميز بواحد الاسترخاء متزايد وبواحد التركيز عالي. ممكن كيدخل فيها الشخص موضوع التنويم المغناطيسي او المريض اللي كيخضع للعلاج بالتنويم المغناطيسي بتوجيهات من المعالج، غالبا كيكون طبيب معالج متمرس ومتخصص التنويم المغناطيسي. هذه الحاله ديال الاسترخاء الذهني العالي والهدوء النفسي والصفاء الفكري كتمنح المريض فرصه لانه يكون اكثر تقبلا ما يسمى بالايحاءات او الاقتراحات اللي كيعطيها للمعالج، شيء اللي ما كيقدرش يقوم به في الحاله ديالو العاديه. هذا التنويم المغناطيسي بكل بساطه. داكوغ. دابا انا بغيت نعرف شنو هي بالضبط الحاجه اللي كيقيسها التنويم المغناطيسي اللي كيسيب ليها اللي كيمشي ليها باش كتنحى من الذاكره. واش فعلا التنويم المغناطيسي كيخلي الناس انهم يمحيوا الحدث من الذاكره ديالهم، او لا انه كيكون غير لحظي؟ يعني الموضوع يقدر يرجع عاوتاني يحيا من اول وجديد. اولا هنا خصني نسوقفك واحد شويه، لان التنويم المغناطيسي ما عمره ما كيمحي من الذاكره. التنويم المغناطيسي ما كيقدرش يمحي الذاكره، التنويم المغناطيسي ما كيقدرش يزرع في الذاكره، على خلاف ما هو رائج في واحد مجموعه من الاعمال الدراميه والسينمائيه. التنويم المغناطيسي لا يمكنه الا ان يجعل المريض اكثر تقبلا لاشياء معينه، يشوف اشياء معينه بشكل او بمنظور مختلف. التنويم المغناطيسي ممكن يأثر على المريض، يجعله يتقبل بعض الأفكار بشكل أسهل، ممكن أنه يساعده يغير في السلوكات ديالو، ممكن يساعده أنه يتحكم في بعض الأحاسيس والمشاعر والعواطف الجياشة اللي ممكن تخليه يدخل في حالة ديال المعاناة. أما باش يمحي الذاكرة أو يزرع شي حوايج أخرين في الذاكرة ما كانوش، هذا ضرب من العابات وما عنده حتى شي اساس علمي صحيح. هذاك الشيء اللي سولتك حيت كاينين مغالطات بزاف شفناهم مؤخرا في السوشيال ميديا، بزاف ديال الناس ولاو كيبغيو يحطوا فلوسهم. كاين اللي كيقول انا نحط فلوسي كاملين باش انا ندوز التجربه هذه باش ننسى شي حاجه كاريمون من بالي. فعلا هي تجربه تستحق ان الانسان يعيشها، فعلا هي طريقه علميه مدروسه عندها اسس اكاديميه. اذا كان طبيب ممارس، كنقول هنايا طبيب وما كنقولش معالج من نوع اخر، ربما يكون بسيكولوج متمرس حتى هو يقدر يمارسها اذا كان معالج نفساني. فقط ما خاصش يكون تدخل ديال واحد مجموعه من الفاعلين المتطفلين على الميدان اللي ما عندهم لا تكوين علمي ولا اكاديمي ولا تجربه، واللي كيطفلوا على هذا المجال. هذا التنويم المغناطيسي هو وسيلة علاج معترف بها، وسيلة علاج فعالة ناجعة كتفيد في واحد المجموعة ديال الاضطرابات. ممكن تساعد الإنسان على أنه يقلل من الألم، كتستعمل في حالة ديال الألم ما بعد السرطان، تستعمل كذلك في اضطرابات النوم، في علاج القلق، علاج التوتر، علاج الاكتئاب، علاج الوسواس القهري. عندها كذلك استعمالات في أمراض الربو، الحساسية، الضيقة، بعض الأمراض الجلدية الناتجة عن الإجهاد. المريض كيكون في حالة واعية، ما كيفقدش الوعي ديالو، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تأثر عليه بحيث أنك تمحي الإرادة ديالو
او يرتفع عليه التمييز او التكليف العقلي كيبقى واعي، كيبقى متذكر اشنو وقع في لاسيونس في الحصه. الاختلاف فقط هو انه كيكون في حاله وعي وادراك مختلفه عن الحاله العاديه، كيكون اكثر تركيزا اكثر استرخاء، وكيكون عنده القابليه ديال انه ينحي جانبا المحفزات الخارجيه والمنبهات اللي مشأنا انها تعطل او لا تشوش على التركيز ديالو. وكاين امثله ديال التنويم الهضري الذاتي اللي كنقوموا بها كلنا بشكل متواصل يوميا. مثلا ملي كتكون كتشاهد التلفاز وكتحس بواحد الحاله من الاسترخاء حتى كتدخل في النوم، هذا نوع من انواع التنويم. نوع من انواع التنويم المغناطيسي، ملي كتكون كتقرا واحد الكتاب، مطالعه واحد الكتاب، وكتركز معاه بواحد الشكل عالي لدرجه انك ممكن ما تبقاش حاس بالمؤثرات الخارجيه. هذا كذلك نوع من انواع التنويم المغناطيسي، كيتسمى التنويم المغناطيسي الذاتي. داكوغ، دابا انا على ما فهمت من الكلام ديالك انه عنده علاج حتى لامراض اخرى اللي تقدر تكون ماشي غير النفسيه، كما قلتي امراض الرب وامراض الحساسيه، يعني كيكون كيعاون. صحيح، وهنا كنختار الفرصه باش ندقق على واحد المساله، انه الامراض النفسيه هي في نفس الوقت امراض عقليه وهي في نفس الوقت امراض عضويه. داكوغ، لانه العضو الذي يتعلق به الامر هو الدماغ. هو عضو كسائر الاعضاء، ممكن تحصل عليه اضطرابات بيوكيميائيه هرمونيه عضويه، فبالتالي المرض النفسي هو مرض عقلي هو مرض عضوي. شكرا لك على هذا التوضيح. بغيت نعرف الكاتيجوري ديال الناس اللي كتنجح معاهم هذه العمليه هذه، ياك كيفاش كيكون الاحساس ديالهم من بعد ديك الحصه ديال التنويم المغناطيسي، فاش كيفكروا الا تطرح عليهم داك الموضوع اللي هما جاوا عليه وديتو باش يديروا التنويم المغناطيسي، كيفاش كيغياجيو من بعد؟ وبغيت نعرف حتى الحالات اللي ما كتنجحش معاهم. الدراسات اللي دارت على التنويم المغناطيسي، وهي في الاغلب دراسات امريكيه المانيه سويسريه، كتبت ان 90% من الناس عندهم قابليه للتنويم المغناطيسي، كتبقى 10% كتشكل استثناء اللي ما كتخضعش للتنويم او كتكون عندها صعوبه انها تدخل في ما يسمى بحاله ديال ترانس، يعني حاله الاسترخاء والتركيز العالي. ف 10% ما كينجحش معاهم التنويم المغناطيسي. واش كيكونوا مثلا كيعانيوا من شي امراض واحده اخرين؟ واش العقل ديالهم ما كيتقبلش ديك العمليه ديال التنويم المغناطيسي؟ الاسباب الى حد الان باقا مجهوله، علميا لا تزال مجهوله والبحث مستمر. داكوغ، وبالنسبه للناس اللي كتنجح معاهم العمليه، يعني كيفاش كيستقبلوا داك الموضوع من بعد الى عاود تطرح عليهم مره واحده اخرى او لا عاشوه مره واحده اخرى في الحياه، كيفاش كيغياجيو مع كتقصدي المؤثرات اللي كتشكل اجهاد او ضغط على المريض؟ يعني واش مثلا عاش داك المشكل مره واحده اخرى؟ هنا كنهضروا على العلاج بالتنويم المغناطيسي كاي علاج اخر، كيكون علاج فعال ويقدر تحت ظروف متغيره او لا تحت ضغط متصاعد المريض يعاود يعيش حاله كتستدعي تدخلات بحصص ديال التنويم المغناطيسي، او لا ممكن اذا كان عمليه تعلميه عمليه ناجحه كيقدر يمارس التنويم المغناطيسي الذاتي بوحدو. شكل ديال سكون ابل نقدروا نقولوا واحد الانفورم ديال الابديت كيديرها بوحدو. يقدر ياخذ معاه التسجيل ديال الطبيب المعالج، تسجل ويدير التنويم المغناطيسي الذاتي بوحدو في الدار او في اي مكان هادئ. لكن هذا لا يمنع انه ممكن تكون حاله اخرى او لا حاله ديال المرض كيرجع بشكل جديد او بشكل اخر تحت ظروف اخرى واللي كيتطلب تدخل من جديد بحال اي علاج اخر. يعني خاص ديما يبقى ان سويفي، ماشي الواحد دار العلاج مره وحده يقول صافي انا راه غنخرج من هنايا ما في حتى شي حاجه، ما كاين سي با لابين نعاود من في احسن الحالات كتكون حصه وحده جوج الحصص، والمريض كيتعلم دي تكنيك اللي يقدر يواجه بهم الضغوطات اللي كيعيشها او المرض اللي كيعيشو او المعاناه اللي عنده. لكن في الحاله العامه وكما هي الحياة فيها متغيرات فيها ضغوطات، غالبا ما الأمر يستدعي تدخلات علاجية أخرى وحصص مستقبلية، أما أون بريز أون شارج أ لون تيرم. داكوغ، فهمتك. وبزاف ديال الناس حتى هما كيتساءلوا، لقيت بزاف ديال التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي على حكم الشرع في التنويم المغناطيسي، بزاف ديال الناس كيكتبوا حرام، ما كاين حتى شي توضيح. اولا كنبغي ننبه لانه هذا سؤال
الفصل فيه ترجع لأهل الاختصاص وهم علماء الفقه والشريعة، لكن ممكن نجاوبك بانطلاقا من المعارف المتواضعة ديالي. التنويم المغناطيسي نقسموا فيه التيارات الفتاوى إلى ثلاث أقسام. كاين القسم الأول وهو واحد الجمع من العلماء الذي ذهب إلى التحريم المطلق، ومنهم الشيخ الألماني رحمه الله، واعتمدوا في الاجتهاد ديالهم على أن التنويم المغناطيسي في اعتقادهم يستعمل بعض طقوس الكهنوت وطقوس العالم السفلي ميتافيزيقي، يستعين بالجان الذي تحكم في إرادة الشخص موضوع العلاج أو موضوع الجلسة إلى آخره، فبالتالي قالوا بحرمته. هذا رأي. الرأي الثاني ذهب إلى التحليل، قال بأنه تنويم مغناطيسي قياسا على التخدير أو البنج هو طريقة علاجية كتخفف من المعاناة ديال المريض، فبالتالي عنده واحد الهدف نبيل، فلا شيء يدعو إلى تحريمها. ومنهم الشيخ ابن جبرين رحمه الله. وهناك واحد الفرقة ثالثة اللي ذهبت للتفصيل، فصلات ما بين حالتين، قالت أنه الحالة الأولى اللي كيكون فيها تنويم مغناطيسي ربما يستعين ببعض الممارسات اللي كانت عندها اتصال بالسحر والشعوذة وما إلى ذلك. هنا كتقول بأنه الوسيلة حرام، فبالتالي الممارسة حرام، لأنها من باب الاستعانة بغير الله ومن باب الشرك. لكن فصلت أنه في حالة ما إذا كانت الوسيلة مستعملة وسيلة علمية تأكدوا عليها أصحاب الاختصاص اللي هم الأطباء النفسانيين المتخصصين، في هذه الحالة هذه يكون تنويم مغناطيسي حلال، لأن الوسيلة حلال وحتى الغاية حلال. أما إذا كانت الغاية من تنويم مغناطيسي هو التأثير على إرادة الشخص بهدف لا أدري، بهدف السرقة أو النصب والاحتيال أو الوصول إلى أشياء محرمة، فبالتالي هنا يا الغاية حرام، فبالتالي الوسيلة حتى هي تحرم. هذه هي الأقوال اللي قالوا العلماء، وكيف ما قلت لك الفصل في المسألة هذه كيرجع لدوي الاختصاص وعلماء الشرع. دابا نقدروا نقولوا إذا كانت الغاية من الأمر يعني علاج وراحة نفسية، فالوسيلة سيارة غادي تكون بيان سيغ حلال، ياك؟ هذا كما قال الجمع الثالث من العلماء والله أعلم. داك فهمتك دكتور، شكرا لك. بارك الله فيك. بغيت نعرف بالنسبة كما عرفنا بأن الموضوع شائع ولا الناس كيهضروا على هذه القضية هذه بزاف، وغادي نعرفوا بأنه غادي يكونوا تطفلات يعني من أكيد. من الناس ما عندهم حتى شي علاقة غادي يبغيو يدخلوا يركبوا على الموجة. 99% من الناس اللي راكبين على الموجة ما عندهم حتى علاقة بالميدان. شكرا لك على التوضيح كذلك. وبغيتك تعطي نصيحة للناس اللي كيحسوا براسهم انهم محتاجين التنويم المغناطيسي، انهم كيعانيوا من امراض، شنو تبغي تقول لهم ولا اش تبغي توجههم؟ اولا خاصهم يتوجهوا الناس ذوي الاختصاص المشهور لهم بالكفاءة العلمية والخبرة، ودور الاختصاص في هذه النقطة هذه هم الأطباء النفسيين، أطباء متخصصون في الأمراض النفسية والعقلية. ثانيا ممكن اللجوء للبسيكولوج أو المعالجين النفسانيين اللي يخضعوا لواحد التدريب كلينيكي على مستوى مستشفيات وعندهم خبرة في العلاج ديال الأمراض النفسية والعقلية عبر الحوار، عبر العلاج النفسي خارج إطار الأدوية والتشخيص الطبي. ثالثا كنصح الناس بانهم ما يثقوش في اي واحد كيدعي انه عنده علم ميتافيزيقي غيبي، لانه غالبا كيكون نصاب، لان ما هو غيبي ما هو فيزيقي ميتافيزيقي عفوا لا يعلمه الا الله عز وجل، فبالتالي يحذوا راسهم لان النصاب ولاو كثار. وكل ما كتلتجئ لواحد الشخص غير مؤهل فانت كتضيع على راسك فرصه ديال انك تمشي لعند واحد متخصص اللي غيساعدك من الاول في مراحل مازال ما ولاتش متقدمه من المرض. كيف ما كنعرفوا جميع في المجتمع ديالنا المريض النفسي ما كيوصلش مباشره عند الطبيب النفسي، ممكن انه يمر بواحد المجموعه من المهن اللي كتشتغل بشكل متطفل على الميدان. ممكن نذكر العديد منها،
كالمشعوذين السحرة من يدعون نفسهم بالفقه، هناك من يدعي العلاج بالطاقة بأشكال ملتوية، هناك العشابة العطارة، هناك لي فو كوتش اللي ما عنده حتى شي تكوين، لي فو بسيكولوج اللي ما عنده حتى شي تكوين، وهلم جرى. فبالتالي المريض ما كيوصل عند الطبيب النفسي حتى كيكون استنهك واستنزف من واحد المجموعه ديال الناس اللي ما عندهم حتى شي تكوين واللي ما عندهم حتى شي مؤهلات باش يساعدوه. فبالتالي انا كنصح الناس يقصدوا الطبيب النفسي بالدرجه الاولى قبل ما يقلبوا فيما يسمى بين قوسين بالطب البديل. الطبيب النفسي هو طبيب عنده دكتوراه في الطب العام وعنده تخصص ما بعد الطب العام في الامراض النفسيه والعقليه. ما يخافوش من الدواء، ما يخافوش من الطبيب النفسي، لانه تخصص بحاله بحال جميع التخصصات. كيف ما قلت لك المرض النفسي هو مرض عقلي، هو مرض عضوي، كنقولها وكنكررها. ذكر الامراض، بزاف ديال الناس كيسبقوا مثلا كان ضاره كرشو، عنده شي مشكل باطني، عنده شي مثلا شي مشكل عضوي ياك، ولكن الصحه النفسيه ديالو كتبقى اخر الاهتمامات، عارفين بانه هادشي هذا العلاج هذا كيتطلب شويه تكلفه باش دير ليه سويفي، ماشي كلشي عنده الامكانيات. ما كنلقاوش مرافق الناس اللي يكونوا شويه مخفضه في الثمن، فين حتى هما يقدروا يمشيو يديروا متابعه للصحه النفسيه ديالهم. فتقدر تكلم لي شويه على هذا الموضوع، انه ما كاينش واحد لو سويفي في المدارس، ما كاينش واحد لو سويفي في بزاف ديال لي زوندغوا اللي حنا محتاجين فيهم سويفي. اولا بغيت نعقب على السؤال اللي طرحتي وفرقتي مره اخرى ما بين الامراض العضويه والامراض النفسيه العقليه. ملي كنتكلموا على الامراض العقليه او النفسيه فاحنا كنتكلموا على واحد ظاهره وظيفيه اللي هي العقل، ناتجه عن عمل واشتغال وظيفي لواحد العضو اللي هو الدماغ. هذاك العضو عضو كسائر الاعضاء، ممكن انه يمرض، ممكن توقع فيه اختلالات بيوكيميائيه بيولوجيه جينيه هرمونيه بالدرجه الاولى. ملي كنتكلموا على اكتئاب تم ظهور ديالو نفسي، كنتكلموا على سكيزوفرينيا تم ظهور ديالها عقلي، لكن الاساس هو واحد اختلال في توازن ديال الهرمونات على مستوى الدماغ. والدليل على ذلك اننا ملي كنعطيو بعض الادويه كيتحسن المريض. فبالتالي حنا كنتعاملوا مع مرض عضوي. خصنا نتوقفوا في الثقافه ديال المجتمع ديالنا عن الكلام والتمييز ما بين الامراض النفسيه والعقلية والأمراض العضوية، لأن الدماغ عضو كيمرض وكيصح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إلا بغينا نتكلموا على الموارد البشرية، حنا كنتكلموا على الموارد البشرية فيما يخص الصحة العقلية في المغرب. بالنسبة ل 40 مليون نسمة ساكنة هذا المغرب، تقريبا 40 مليون نسمة، ما عنديش بالضبط العدد ولكن كنقدروا 40 مليون نسمة. عندنا تقريبا في اخر الاحصاءات اللي دارت ما لا يتجاوز 300 طبيب متخصص الامراض النفسيه والعقليه. مقارنه مع اغلبيه دول العالم هذا رقم جد زهيد، ضئيل جدا. فبالنسبه لي انا هناك شبه غياب ديال الرعايه الصحيه في مجال الامراض النفسيه والعقليه نظرا للعدد القليل ديال الاطباء اللي عندنا. اولا كاين مشكل ديال التكوين، ما كنكونوش اطباء بما يكفي. ثانيا كاين مشكل ديال الهجره، هجره الادمغه، الاطباء اللي مشاو اغلبيه ديالهم ما كيرجعوش لان كيلقاو ظروف احسن، كاين عده عوامل كتدخل في المساله هذه. ثالثا كاين مشكل ديال التوزيع، فبالتالي كتلقاي الاغلبيه ديال هاد الاطباء اللي ذكرت لك متمركزين في الخط ما بين المحمديه، الدار البيضاء، الرباط، المدن الكبرى. ربما بعض الاعداد في طنجه ومراكش، اما باقي تراب المملكه كتلقاي فيه غياب تام ديال الامراض ديال الاطباء النفسيين والمتخصصين. فبالتالي مواطن الى مرض في الداخله او مرض في العيون او في السماره خصو يجي حتى للرباط او حتى مراكش باش يداوى. مريض نفسي اصلا ربما يكون فاقد الاهليه او فاقد
التمييز ما غيفكرش وما غيقدرش. طبعا كتدخل مسائل كتعلق بالبنيه الاجتماعيه والاقتصاديه والماديه الهشه، كيدخلوا واحد المجموعه من العوامل يطولوا سردوها، وهادشي اللي كيخلي الجريمه تكثر بشكل كبير، اللي كيخلي بزاف ديال المشاكل اللي يكونوا زعما سائده عندنا في المجتمع. يمكن نقدروا نقولوا بانه هذا سبب كبير. صحيح، هذا واحد الموضوع جد مهم اللي ذكرتيه، موضوع كيخص الجريمه اللي ممكن ترتكب من شخص مريض نفسي او عقلي. كنلاحظوا على مستوى البحث شبه غياب ديال فصول دراسيه اللي كتهتم بالجريمه المرتكبه من طرف المريض الشخصي او العقلي، او ما يسمى بالبسيكياتري فورنزيك، اللي في دول اخرى تخصصات متاحه وكتدرس وفيها بحث علمي متواصل. فهناك شبه غياب على الساحه الوطنيه، وهذه نقطه اللي ممكن نشتغلوا عليها ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله نتمنى، وان شاء الله يعني مستقبلا نلقاو حل هذه المشاكل هذه باش نتفاداوها. شكرا لك كذلك دكتور جواد العقوبي على هذه المعلومات هذه القيمه اللي عطيتينا في هذه الحلقه هذه. مرحبا. شكرا لكم مشاهدينا كذلك على حسن المتابعه في حلقه جديده ان شاء الله ومع ضيف جديد.